السلام عليكم أعزائي، في هذه الحصة سنشتغل على مكوني التزكية. الموضوع سورة الإنسان من الآية 11 إلى الآية 22. أعزائي، نتذكر أولا ما رأيناه في الحصة الماضية، حيث بينت الآيات قدرة الله تعالى في خلق الإنسان وتهيئه ليقوم بأنواع العبادات المكلف بها، كما بينت أيضا نعيم أهل الجنة، وذكرت أوصاف السعداء الذين يوفون بالنذر ويخافون عذاب الله ويطعمون المسكين واليتيم والأسير. أعزائي، نستمع إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أعزائي، بعد الاستماع الجيد إلى الآيات نتعرف معاني بعض الكلمات. فوقاهم حماهم الله، لقاهم أعطاهم، نظرة حسن وبهجة في وجوههم، على الأرائك الأسرة المزينة، زمهرير برد شديد، دانية عليهم قريبة منهم ظلال أشجار الجنة، ذللت قطوفها قريب ثمارها لمن يتناولها، قوارير شفافة صافية قدروها جعلوا شرابها على قدر الحاجة، ولدان مخلدون إن ولدان الجنة لا يهرمون ولا يضعفون. إذن بعد معاني بعض الكلمات نتعرف أعزائي مضامين الآيات. فالآية 11 تبين ثبات المؤمنين وصبرهم في الدنيا، فجزاهم الله تعالى بجنة عظيمة يأكلون فيها ما يشاءون ويلبسون فيها الحرير. الآية
12 متكئين فيه على الأسرة المزينة بفاخر الثياب لا يرون فيها حر شمس ولا شدة برد. الآية 14 وقريب منهم أشجار الجنة مضللة عليهم وسهل لهم أخذ ثمارها تسهيلا. الآيتان 15 و16 يطاف عليهم بآنية من فضة قدرها السقاة على مقدار ما يشتهي الشاربون لا تزيد ولا تنقص. الآية 17 ويسقى هؤلاء الأبرار في الجنة كأسا مملوءة مزجت بالزنجبيل. الآية 18 يشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيلا لسلامة شرابها وسهولة الوصول إليها. الآية 19 ويكون في خدمة هؤلاء الأبرار غلمان دائمون على حالهم، إذا أبصرتهم ظننتهم لحسنهم وصفاء ألوانهم إشراق وجوههم اللؤلؤ المضيء. الآية 20 وإذا أبصرت أي مكان في الجنة رأيت فيه نعيما لا يدركه الوصف. الآية 21 يعلوهم وتحمل أبدانهم ثياب باطنها من الحرير الرقيق الأخضر وظاهرها من الحرير الغليظ، ويحلون من الحي بأساور من الفضة، وسقاهم ربهم فوق ذلك النعيم شرابا لا نجس ولا دنس فيه. كانت إذن أعزائي هذه مضامين